ثمانية أيام من عروض الأفلام المختلفة بين الفرح والوجع والحروب واللجوء والأمراض ضمن فعاليات مهرجان بيروت الدولي للسينما بالدورة 17. المهرجان شهد منافسة قوية، والختام كان مع فيلم Loving Vincent إخراج هيو ويتشمان. We would bring his paintings to life to tell his story, because you can't really tell the story of Van Gogh over the last 9 years of his life without telling the story of how of his struggles to become an artist. And in his last letter, the letter that was actually found on him after his death, he said, "We cannot speak other than by our paintings." And so we wanted to take him at his word, bring the paintings to life, and let them do the speaking for him. That we painted the entire film in oil paints on canvas by hand, and to do a 94-minute film at 12 frames per second, that meant we had to do 65,000 individual frames of oil painting to make the film. With the shots that we did, so sometimes it took 2 weeks to do 1 second. قبل عرض الفيلم تم توزيع الجوائز على الرابحين، فكانت جائزة أفضل فيلم وثائقي من نصيب فيلم لا مكان للدموع للتركية ريان توفي. I took the prize of the best documentary, and my documentary is about the resistance of the Kurdish people during the Kobani war. So it's a human interest story where there is solidarity, life and death. أما جائزة ألف الذهبية لأفضل فيلم قصير كانت من نصيب فتاة في وسط الغرفة للمخرج الإيراني كريم لكزادة. جشنواره با دوستایی آشنا شدم که به نظرم اونا جایزه‌های بزرگتری هستن و اون این خیلی جایزه بزرگه و این گرفتن این تندیس برای من هپی انده، مثل فیلمم که هپی انده، کلا من هپی اند دوست دارم و ولی آشنا شدم با دوستایی از لبنان، از کویت، از ترکیه. جائزة ألف الفضية للأفلام القصيرة كانت من نصيب باسنجر، حصل عليها المخرج التركي تشيم أوزال. أما جائزة لجنة التحكيم في فئة الأفلام القصيرة حصل عليها فيلم فضيلة أن تكون لا أحد للمخرج السعودي بدر الحمود. الحمد لله فيلمي فضيلة أن تكون لا أحد فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان بيروت السينمائي. يحكي عن ثيمة الفقد، يحكي عن ثيمة الوحدة. الآن إحنا في زمن سوشيال ميديا، ممكن الإنسان عنده 3000 صديق بالفيسبوك وآلاف الأصدقاء، ممكن يعرف أشخاص كثير حوله بالحياة، لكن ما في علاقة حقيقية قد تصل بكل أعماقها إلى القلب. وجائزة أفضل فيلم روائي كانت من نصيب I am not your negro للمخرج الأمريكي راول بيك. في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم. خلال أيام المهرجان تم تكريم المخرج الإيراني الراحل عباس كيارستامي من خلال عرض مجموعة من أفلامه بحضور ابنه أحمد وبعض أصدقائه. Actually, my father has been here three times, was here three times, yes. This year they had the other retrospective, and also they screened 24 frames, which was his last film that he didn't get to finish. We finished it after he passed away. It's great to be here wherever we have an opportunity to keep his name and his artwork alive. هذه التظاهرة السينمائية كانت فسحة لكل محبي السينما ومكان للقاء الجمهور مع أفلام من كافة أنحاء العالم وللتعرف على بعض المخرجين الذين تواجدوا خلال أيام هذه الدورة.